خالد خالد، طنشها ولا كان ما سمعتش. لو في شيء مهم كده ناديك مرة تانية. خالد خالد، انت هنا؟ ما سمعتني وانا اناديك؟ انت ناديتيني ماما؟ ايوه حبيبي، ابغاك توصلني، عندي مراجعه للدكتور. جدك انت راح توصلها؟ معقول تكون فريقك بالمباراه؟ انتوا جايبين سواق؟ ماما ايش رايك تروحي مع السواق؟ حبيبي السواق راح يجيب اختك. طب شويه بس لما تخلص المباراه. حبيبي الله يرضى عليك، انا ما صدقت الاقي موعد. اسعدنا هذه. كلها تروح التاكسي تريحنا. ماما ايش رايك تروحي بالتاكسي وانا ارجعك؟ الو، ها متجمعين عند ناصر عشان بلنتيات. طيب طيب انا جاي دحين، دقايق وانا عندك. الله يهديك ويحفظك يا ابني. برضه بجد سيبك من الجنة، روح ألعب المباراة. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.